هروح بقى للدراما، لانه الحقيقه ملف الدراما هو يعني الاكثر انتظارا يعني في الايام المقبله. الشهر الكريم المصريين بيحتفوا فيه بالفن، كمان بيبقى عندنا كده التورته الدراميه، الاعمال الدراميه والنجوم بتوعنا الجمال اللي بينورونا، فبيبقى عندنا الحقيقه كده يعني استقبال جميل لموضوعات دراميه. عندنا نجم كلنا بنحبه بننتظره وقدم اعمال كتير، ونقدر نقول عليه مش بس فنان كبير ولكنه ممثل عتويل، يعني لما بيعمل دور بيبقى قد الدور، ولما بيعمل مشهد بتحس انه قدم المشهد كما ينبغي، ولما بيقدم بيبقى موجود في مسلسل بيبقى دوره دايما مهم. بعد غياب استمر 12 عام يعود الفنان الكبير توفيق عبد الحميد. اهلا وسهلا، وخليني ارحب بيه. مساء الخير يا نجم. مساء الفل على عيونك، انت وحشاني جدا. انت كمان. واخر لقاء كان بينا ممكن تكون انت ناسياه، كنا في ضيافتك انا والدكتور يحيى الرخاوي طبعا، واستاذ ابراهيم حجازي طبعا، والفنانة سمية الالفي ربنا يشفيها ويعافيها. طبعا ده كان في القصر. طبعا كان في رمضان على فكره برضو يعني. بالظبط كده. اولا انا سعيده طبعًا. عودتك يعني فيها ريحه رمضان، فيها كده الاحتراف، وفيها يعني المشاهد كلها بتتكلم اهو، وانت يعني عائد في مسلسل يوترن. كلمني بقى عن العوده وعن المسلسل. والله يعني ايه، انا توقفت، وبعدين اللي حصل ان كان بيتعرض عليا في السنين اللي فاتت دي حاجات ما يعني ما صدفتش رضا او قبول عندي قوي، لحد ما السنه دي بقى لقيت جمال عدل المنتج صديقي وكلمني، وبعدين ايمن سلامة المؤلف، وبعدين ريهام حجاج وسامح عبد العزيز، فقلت ممكن يكون هي دي اللحظه، وما كانش لسه العمل اكتملت كتابته، لكن اللي اتقال لي كان يبشر بالرضا يعني او بالقبول، فتوكلت على الله وقلت يمكن هي دي تكون اللحظة المناسبة ان انا ارجع ان شاء الله. واكيد كلنا هنتابع. انت اولا منورنا على شاشة الاولى يعني، فان شاء الله هتبقى مسلسل اكيد هنتابعه، هيبقى لنا هنا في التاسعة مناقشات كثيرة جدا عن الدراما ان شاء الله في يعني في رمضان. كلمني بقى عن الدور، يعني الشخصية اللي انت بتعملها في يوتيوب. هو دور طبيب ناجح وعنده مستشفى خاص، وعنده قيم يعني الطب بالنسبة له رسالة إنسانية أكتر منها مجال للتربح يعني. متجوز من الفنانة صفاء الطوخي، وعندي بنت وولد، البنت ريهام حجاج والولد محمود حجازي، وطبعا في بقى في صراعات وفي تشابكات في المسلسل. لا هو مسلسل اجتماعي وبيتعرض للبيت المصري بهمومه بمشاكله بافراحه باحزانه كده يعني. انتوا خلصتوا تصوير استاذ توفيق ولا لسه؟ احنا لسه يعني ممكن نستمر ما بين 10 ايام او 15 يوم من رمضان. يعني انتوا لسه لحد منتصف رمضان عندكم شغل؟ لا لسه. الكواليس اخبارها ايه؟ احساسك بقى وانت بتعود لعمل من جديد ودور طبيب مهم، وانك هتبقى موجود على المائده الدراميه في رمضان. والله لا اخفيك سرا، انا في حاله قلق. أيوة. ورعب من ان انت ترجع للناس بعد 12 سنة وهم محتفين بيك او حابينك وعايزينك. بس انا شايفاك في المشاهد، حتى نعيدها تاني، شايفاك في المشاهد يعني عود حميد، يعني انت توفيق عبد الحميد كما انت، يعني بمنتهى القوة، بالاداء، بالملامح، يعني وكأن السنين يعني لم تكن. حبيبي ربنا يبارك فيك ويحميك، تسلمي ويسلم ذوقك، ده من كرم اخلاقك. انا اتمنى ان احنا نكون عند حسن الظن ونلقى القبول من
مشاهدين ونعمل حاجه تحترم عقلهم ووجدانهم ويبقوا مبسوطين بيها. يعني احنا بنجتهد كلنا ان احنا نعمل ده. بقى في حاله حلوه في مجموعه العمل او فريق العمل بقياده سامح عبد العزيز مخرج موهوب طبعا طبعا، وكتابه ايمن سلامه وبطوله ريهام، ومعانا بقى مجموعه كبيره، وريهام حجاج، صفاء الطوقي، عبير صبري، كريم قاسم، محمود حجازي، نورهان، عماد رشاد. والله خايف انسى حد. لا مش هتنسى، بس يعني انا شايفه كمان انه في مشاهد اكشن شويه، يعني واضح ان هو في حاجات يعني مفاجآت كثيره في العمل. يعني هو هو عامل 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 خلطه حلوه. ايمن سلامه ممكن تعمل نوع من التشويق وتخلي المشاهد مشدود للاحداث ويتابع يعني، وهو شاطر في الحته دي، عارف يعملها بشطاره وبمهاره. اكيد ربنا كريم يعني، اتمنى ان دعواتك يعني ودعواتك. اكيد اكيد ان شاء الله بالتوفيق. وريهام حجاج بتعود برضو بعمل اكيد ان شاء الله يبقى عمل جميل. وكلكم انت كمان يعني عندك معاك عتاوله، يعني صفاء الطوخي وعبير صبري وعماد رشاد، يعني ان شاء الله تقدروا تعملوا حاجه حلوه ينتظرها الناس. الكلمه الاخيره اللي تحب تقولها لجمهورك في رمضان. اقول لهم كل سنه وانتم طيبين، ويعني بعد اذنكم اتشرف ويسعدني ان انا اكون ضيف عليكم في شهر رمضان الكريم، واتمنى ان انا اكون ضيف خفيف واقدم ما يلقى القبول والرضا عندكم. اكيد انت عارف انا بكلمك منين، من استوديو 10، فاكيد انت عملت اعمال كتير في استوديو 10. يا 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 فيعني صوتك موجود في استوديو 10 دلوقتي. ايه اخر عمل قدمته في استوديو 10؟ انا عملت صورت فيه حاجات كتيره. استوديو 10 ده كان من اهم الاستوديوهات طبعا، وما زال. ويا دايما يعني دايما عامر بحسكم وحس كل فريق العمل اللي معاكي وكل الناس اللي شغاله في التلفزيون المصري العظيم العريق. ان شاء الله يعني بقول لك كل سنه وانت طيب، مبروك العوده، ولينا كلام تاني ولقاءات تانية، لينا يوترن تاني لما يبدأ العمل في رمضان. اسلام ويسلم ذوقك، وكل سنة وانت طيبة. وانت طيب. انت كل يوم يا رب. وانت طيب. الفنان توفيق عبد الحميد يعود في رمضان من خلال مسلسل يوترن اللي هيذاع على شاشة القناة الأولى إن شاء الله. أشكرك شكرا جزيلا. زي ما شفتوا الفن كده جميل، وببقى سعيدة لما نجوم كبار يعني بيحصل توقف، ده شيء طبيعي، يعني احيانا ما بيبقاش في ورق مناسب، احيانا الظروف بتحصل، احيانا ما بيبقاش في اعمال تناسب، لان الفنان بعد فتره لما بيوصل من الخبره ومن العمر ما بيقدرش يعمل اي حاجه، بيبقى عايز يعمل حاجه معينه مختلفه عن ما قدمه في مسيرته او مشواره.